أنا اسمي محمود عبد المؤمن رشدي، أخصائي صعوبات تعلم وتربية خاصة وشهادة تشر في المملكة العربية السعودية بجدة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على طفل صعوبات تعلم. هنتكلم عن حاجتين، أول حاجة اللي هو الطفل إزاي يفرق من الطفل صعوبات تعلم وبطيء التعلم وتأخر الدراسي. تاني حاجة إن شاء الله هنتكلم عنها اللي هو الأم أو الأب إزاي يعرف إن ابنه عنده مشكلة في صعوبات التعلم، أو هي إيه المبادئ اللي تظهر عند الطفل بعدها بيكون عنده مشكلة في صعوبات التعلم. طيب أول حاجة هنتكلم عنها اللي هو الفرق بين صعوبات التعلم وبطيء التعلم وتأخر الدراسي. طيب طفل صعوبات التعلم والطفل بطيء التعلم والطفل تأخر الدراسة، أول حاجة هنتكلم عنها مستوى الذكاء اللي هو IQ. طفل صعوبات التعلم مستوى الذكاء بتاعه من 90 إلى فوق، بطيء التعلم من 71 إلى 84، وتأخر الدراسي متوسط. طيب يبقى الاي كيو بتاع صعوبات التعلم من 90 الى اعلى، بطيء التعلم من 71 الى 84، التاخر الدراسي متوسط. طيب ايه هي الاسباب او المظاهر او الاشياء التي تحدث لحدوث صعوبات التعلم او بطيء التعلم او التاخر الدراسي؟ اول حاجه عندنا في صعوبات التعلم اللي هو عدم وجود اصابات دماغيه، يعني ما عندوش اصابه في دماغه، ما عندوش حادثه مثلا لا قدر الله، دماغه اتخبطت في حيطه وهو صغير مثلا ولا حاجه. تاني حاجة تأهيل الطفل في منخفض في المواد الأكاديمية جميعا اللي هي القراءة والإملاء والحساب والتهجي. تمام، برضو مشكلتها بترجع إلى إيه اللي هو عنده صعوبات في الذاكرة وصعوبات في الانتباه اللي هي المشاكل اللي هو المرض ما قبل الإيه الأكاديمي. طيب يبقى ده طفل صعوبات التعلم. طب طفل بطيء التعلم عنده انخفاض في جميع المواد الدراسية، عنده انخفاض في جميع المواد الدراسية، دي بطيء التعلم وعدم القدرة على الفهم، وعدم القدرة على الفهم. تمام، طيب طفل التأخر، طفل التأخر الدراسي تمام اللي هو برضو منخفض في جميع المواد الدراسية، طفل التأخر الدراسي منخفض في جميع المواد الدراسية. يبقى تاني يبقى طفل صعوبات التعلم، طفل بطيء التعلم، وطفل التأخر الدراسي، طفل صعوبات التعلم عنده مشكلة أكاديمية، مشكلة أكاديمية لا في القراءة وفي الحساب والإملاء والتهجي. طيب بطيء التعلم عنده انخفاض في جميع المواد الدراسية وعدم القدرة على الفهم. طيب التأخر الدراسي نفس بطيء التعلم، بس هنا في حاجة أو في مشكلة لو اتحلت، أنا بسميها لو المشكلة اتحلت خلاص طفل التأخر الدراسي ده بيرجع طفل طبيعي ومفيش أي مشكلة عنده. تمام، يبقى الطفل التأخر الدراسي منخفض في جميع المواد الدراسية بسبب إهمال من الوالدين اللي هو الأب والأم أو البيئة اللي هو نشأ فيها. تمام، اللي هو احنا بنسميها عدم دافعية للحفظ والمذاكرة، والجو اللي هو عايش فيه مش مساعده. طيب الجو اللي هو عايش فيه مش مساعده. طيب يبقى ديك الطفل صعوبات التعلم والطفل بطيء التعلم والطفل تأخر الدراسة. طيب هي المظاهر السلوكية بتاعت صعوبات التعلم، نشاط زائد، عنده نشاط زائد. تمام، طفل صعوبات التعلم عنده نشاط زائد. طب الطفل البطيء التعلم اللي هو عنده مشكلة مش قادر يتكيف مع أقرانه أو مش قادر يتكيف مع أصحابه اللي في مدرسة، آخره ساعة ساعتين وبعد كده بيزهق منهم وعايز يقعد لوحده، مش قادر يتقارن مع، مش قادر الفكر بتاعهم يوصل لإيه مع بعض. طيب الطفل التأخر الدراسي اللي هو إحباط شديد، إحباط دائم على طول، عدم قابلية عدم دافعية للوالد اللي هو يذاكر. تمام، التجارب الفاشلة، إهمال الوالدين اللي احنا لسه قايلين من شوية اللي هو الوالدين على طول عندهم مشاكل أسرية، مشاكل البيئية، المشاكل المادية، حتى مشاكل صحية، هو نفسيته مش مساعدة اللي هو يذاكر. طيب يبقى دوت طفل صعوبات التعلم، طفل بطيء التعلم، وطفل تأخر الدراسي. طيب طفل تأخر الدراسي تمام، هنا المشكلة عنده عند الوالدين. طب لو المشاكل بين الوالدين اتحلت الطفل بقى كويس، طب البيئة لو اتغير، بيئة مثلا ساب بيئته وراح بيئة تانية كويسة وبتساعد على الهدوء ويقدر يذاكر، برضو الطفل بيرجع للشخص طبيعي. طب المشاكل الصحية اللي هي النفسية لو اتحلت مع أخصائي نفسي بيرجع برضو طفل طفل طبيعي. تمام، يبقى التأخر الدراسي احنا ممكن نحل المشكلة سريع سريع، أو بمعنى صح مشكلة وقتية لو اتحلت أو السبب اتحل خلاص بيرجع للطفل طفل طبيعي. طيب يبقى ده واحد، قلنا الفرق بين صعوبات التعلم وبطيء التعلم وتأخر الدراسي. طيب ازاي أنا أعرف أن ابني عنده صعوبات تعلم، أو الأم والأب ازاي يلاحظوا
ان الطفل طفلهم عنده صعوبات تعلم. ايه هي المظاهر اللي بتظهر عند الطفل صعوبات ايه التعلم؟ اول حاجه عنده عدم القدره على التميز، عدم القدره على التمييز، اللي هو مش قادر يفرق بين المربع او الدايره او المثلث والمستطيل، مش قادر يميز بين الطويل والقصير، الكبير والصغير، تمام، الكتير والقليل، مش قادر يميز بينهم، او مش قادر يميز اللي هو التمييز البصري، مش قادر يميز بعينه دي ايه ودي ايه. طب احنا بنبتدي التشخيص من امتى؟ من سن 7 سنوات. من سن 7 سنوات الطفل ده ساعتها بيكون في الصف الثاني، تمام، واحيانا بنبتدي متاخر شويه من 4 او 5 سنوات. طيب اللي هو ايام الروضه يعني. طيب يبقى احنا قلنا اول حاجه عدم القدره على التميز بين الاشكال الهندسيه، عدم القدره على الحفظ، سواء كان حفظ القران، حفظ حروف، حفظ ارقام، حفظ كلمات، مش قادر يحفظ، بينسى، تمام. دي بترجع لايه؟ اللي عنده صعوبه في الذاكره، في المهارات الايه المقابله الاكاديمي. طيب تاني حاجة مش قادر، أو تالت حاجة مش قادر يرسم قصة، يعني مش قادر يحصل اللي هو مثلا راح المدرسة إيه اللي حصل له في المدرسة، مش قادر يقول أنا حصل لي إيه، مش قادر حتى كلمتين صغيرين مش قادر يقول أنا حصل لي إيه، أو بمعنى صح مش قادر يعبر عن نفسه. طيب رابع حاجة عدم القدرة على التأثر الحركي والبصري. طب زي إيه مثلا؟ اللي هو علبة أو يفتح إزازة مش قادر، إيده وعينيه مش قادر يتأثر مع بعض، هو يا بصري بس يا حركي بس، تمام. اللي هو انخفاض القدرة على الانتباه السمعي، دايما متشتت، دايما عنده تشتت انتباه، دايما من أقل حاجة تشتت انتباه، يعني هو قاعد معاك اهوت وبكلمك وبركز معاك، تيجي تعمل له كده يبص لك، يبص الناحية التانية، ده كده بس، تمام، عنده ايه انتباه، مشكلة تشتت انتباه. طيب سادس حاجة اللي هو الهروب من المدرسة كتير، يروح يوم و3 أيام لأ، يروح يومين وخمس ست أيام ايه لأ، بيهرب من المذاكرة، يهرب من عمل واجبات، يتحجج بأي حاجة، بطني بتوجعني، دماغي بتوجعني، عينيا مش شايف منها، أنا عايز أنام، زهقان، يقعد يزعق، يتنرفز، كل ده هروب من إيه؟ من المذاكرة وعمل الواجبات. طيب سابع حاجة اللي هو يكتب لك الحروف بالمقلوب وبرضه الأرقام بالمقلوب. طيب مش قادر يعبر عن نفسه، مش عارف يكتب يحفظ بالترتيب، يعني 1 2 3، مش قادر يقول لك 1 3 او 3 2، مش قادر الترتيب بتاعه، مش قادر يحفظ بالترتيب، الاتجاهات يمين واليسار مش قادر يعرف، ورا قدام ورا مش قادر يعرف، جوه جوه الصندوق بره الصندوق، مش قادر برضه ايه يفرق ما بينه، او مش قادر يحفظ جوه وبره. طيب لما يجي يكتب لك من اليسار الى اليمين او من الشمال الى اليمين، طيب يكتب لك من الشمال الى اليمين، طيب دي بترجع الى ايه؟ اللي هو حاجة عندنا اسمها الوعي الصوتي، اللي هو إدراك الصوت، مش قادر يميز بين الصوت يعني الصوت والحرف، الحرف وصوته بمعنى أصح، الحرف وصوت مش قادر يفرق بينهم. طيب صعوبة عنده كمان، صعوبة التفريق بين الحروف المتشابهة زي الجا الحاء الخاء. طيب برضو عنده صعوبة في الحروف المتشابهة سمعيا زي الزا والظا، القاف والتاء، الدال والتاء، شوف كلهم شبهين ايه سمعيا، كلهم شبه بعض. طيب اللي هو 13 حاجه معانا اللي هو ابدال الحروف او حذف الحروف او اضافه حروف، زي سياره يقول لك رياسه، شوف بدل لك الحروف، جابل في الاول في الاخر وفي الاخر في الايه في الاول، تمام. برضو احنا قلنا عنده نشاط زايد، تمام، نشاط زايد ايه خفيف، تمام. عنده برضو اضطراب في الادراك البصري، اضطرابات الادراك البصري. طب زي ايه؟ او اديني مثال، يعني مثلا عندك 1984 يقول لك 1948، شوف جاب ال 84 خلاها 48، بدلها زي ما بدل في الحروف برضو بدل او عكس في الارقام. طيب يبقى هي دي جت المظاهر او الاسباب بشكل سريع وشكل مختصر لو الطفل عنده مشكله او مشكلتين او 3 مشاكل في المظاهر دي، يبقى الطفل ده عنده صعوبات تعلم. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن الفرق بين صعوبات التعلم وبطيء التعلم والتاخر الدراسي، واتكلمنا عن الام او الاب يعرفوا ازاي ابنهم عنده صعوبات ايه تعلم، تمام. يا رب أكون أفدتكم وحاولت أوصل الجزئية البسيطة دي بشكل بسيط وشكل سهل. كان معكم محمود عبد المنعم رشدي، أخصائي صعوبات التعلم وشهادة في المملكة العربية السعودية.